شباب اغتنموا فرصة الحجر الصحي وبشروا في تأسيس موقع يقدم مختلف الخدمات للمواطنين وأصحاب الحرف. ألو سلكني، فكرة تجسدت على أرض الواقع بعد 6 أشهر من العمل المكثف. هذه فكرة ألو سلكني استوحيناها من حياتنا اليومية وشفنا بلي كاين دائما مشكل في قطاع الخدمات، وشفنا بلي هذا القطاع ما راهش مواكب التطور التكنولوجي اللي راه عايشه العالم في الوقت اللي انا عايشينه، يعني في 2021. استغلينا فترة الحجر الصحي هذه وطورنا هذه الفكرة، قلنا علاش ما نجمعوش كل مقدمي الخدمات في منصة واحدة اللي راح يسهل، يعني يسهل بزاف الامور باش انسان يقدر يلقى خدمه، يقدر يلقى ان سيرفيس فاسيلمون اي رابيدمون. الترويج للخدمات واستقبال ملفات اصحاب مختلف المهن لوضع اصحابها تحت تصرف كل مواطن يبحث عن خدمه معينه هي ما يقوم به هؤلاء الشباب. يسحق خدمه يدخل للتطبيق ولا يدخل للموقع الالكتروني، في الواجهه تاعو راح تلقاو انت تكتب اسم الخدمه اللي تحوس عليها، مثلا تحوس ان برومي ولا تحوس ان جارديني ولا ان كوافير يجيك للدار، ولا تكتب اسم المهنه ودير لا لوكاليزاسيون تاعك، تكليكي فقط راح يخرجوا لك كل مقدمي الخدمات اللي يكونوا قراب عليك. بيان سور باش واحد يسجل عندنا اول شيء راح نطلبوا منه بعض الوثائق كبطاقه تعريف، ك واش عنده كخبره في هذا الميدان اللي راه ينشط فيه، لا عنده ديبلوم ولا عنده خبرة كان جاز عليها من قبل. يعني احنا هكذا راح نضمنوا للمستخدم تاعنا باللي راح تكون ثقة بينه وبين اللي راح يجي يقدم له الخدمة هذه. مشروع شباب من مختلف الأعمار والأطوار تجسد على أرض الواقع من خلال موقع يسهل تبادل الخدمات في وقت وجيز ويجنب عناء التنقل.